ولو لم عرف امتناع بوجود، امتنع الجواب بوجود الشرط، وهذه احد انواع لولا. ولتعلم ان القاعدة في لولا التي هي اداة امتناع بوجود ان تأتي جملة اسمية ثم فعلية، كما هنا لولا وجود ذلك النهي او التحذير فأبرز قبره، ذلك اسم أبرز فعل، وتأتي بمعنى الحظ، الحظ على فعل الشيء، وضابطه أن يأتي المضارع بعدها، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، هنا حظ على الاستغفار، وتأتي بمعنى اللوم والتوبيخ، وقاعدتها أن يأتي بعدها الماضي، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وتأتي الاستفهام عند بعض النحويين لولا أخرتني إلى أجل قريب، وتأتي للنفي عند بعضهم بمعنى ما، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، الأصل ما كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس،